الظهور الاول لعماد بن شني ليثير الجدل. عماد بن شني البارح كانت كاينه بزاف تلميحات حوله وحول من طرف ليليا بويحياوي والمناجر نتاعها. عماد بن شني بعد 14 حلقه يظهر في دور سبع، يعني هذا هو اسم الشخصيه. نشوفوا هذا المقطع نتاع بولقرون حلقه اليوم. واخيرا وقفت على رجليك. أنا ما أقدرش أنسى اللي أنت عملته عشاني. بعد ما نقلت حياتي وقفت جنبي في مرضي لحد ما وقفت على رجلي، أعتقد إنه جه الوقت المناسب اللي كبير في مرضي الساحرة خرتيتي. بعد ما رمات الساحرة على كامل سكان المملكة باش تبرقوا منها، كانت الهربة هي الحل الوحيد. وزيد مرة رمات اللعنة للملكة هيدورة. وكيف قدرت تعمل كل ده والملكة هيدورة مباركة من العشر مملكات؟ قتلت ابن الملك نصر واعطته قربان لملك الشر. يجب أن نجتمع ونفكر كيف نتحد لنقضي على الساحرة خرتيتي. الملكة هيدورة اختفت هذه المدة. وانا نصيحه للملك سبع عماد بن شني، اذا يهنينا من هذه الممثله اللي امامه يفترسها في الحلقه المقبله يهنينا، لانه ما فهمناش الا يتهضر بالمصريه ولا بالخليجيه ولا صح. ماذا بينا يدير خدمه لصالح الراي العام ويفترسها في اقرب حلقه ممكنه. كاين تغيير على مستوى الصوت، على مستوى الشكل باش يبان كينغ. عماد بن شني اللي هو ايضا ممثل عنده، انا نشوف ربما انه في توازن، لما كنت في مشهد كما هذا لازم يكون الممثل الاخر يمد لك طاقه يشتغل معك، لانه انت راح يقضي عليك. عماد بن شني ربما اشتغل مليح في هذا الدور، حتى الصوت راهو صوته الحقيقي ما كاش مؤثرات ولا في المقابل الممثلة اللي حد مؤثرات؟ لا ما كاش يعني خدم على الصوت تاعو بهذا الشكل باش يبان. طبعا عماد بن شني افون الى في ليكسبيريونس تاع دي جي وكاع، دونك دابيتود يخدم هاد 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 لي سون بلا فوا تاعه وكاع. انا جو بونس عماد سان امي، على بالهم بلي سان امي يعرف. انا جو بونس كيل دوا سو كونسونتري في الخدمه اكثر من الصوت ويسكت شويه. كلير سي ان امي اللي قلاه يخدم يخدم، سي ان ارتيست اللي سو كونسونتر في الخدمه تاعه. احنا نوتر ترافاي هو اللي يهدر علينا، صحيح ماشي انك تسوق. وقال لك ما نقدرش نسكت على الباطل لما نشوف لا الباطل في وجهه نظر تاعه. والباطل راهو بزاف في الساحه الفنيه. نو والله ما سيرو لاتيف على قادم، بعد نتكلموا بالتفصيل نتكلموا بالتفصيل. الباطل كل واحد يشوف روحه مظلوم، كل واحد يشوف روحه مظلوم، يقول لك انا ما وزعونيش ولا انا ما خدمتش ولا هذا خير مني. سيرو لاتيف سيرو لاتيف. زيد اون بليس كما كان يقول مصطفى، يا بو دو برودكسيون ما تلبيش الطلبات تاع كاع الممثلين. تكون كاينين اون ودو برودكسيون كبار وكاينين عندك 1000 ممثل ولا، وزيد اون بليس كاينين اللي راهم باغيين يديروا التمثيل دركا، كاين اللي باغي يجي راك فاهم، يقول لك باللي انا وكذا وباغي نمثل دونك كل واحد في رايه مظلوم. صح كل واحد في رايه مظلوم. بعد الخلقه الثاني دركا الحب الشهره، لي ريزو سوسيو مدوا الفرصه للناس اللي تبغي تتشهر راك فاهم. كيلار لار اون لوي ميم، وكاين اللي يبغي لو موند دو لار. صح صح هادو اللي يبغوا لو موند دو لار اللي تلقاهم يضلوا في الفيسبوك يهضروا وانا نخدم وانا منا ويبدا يتصور لار. انا باغ اكزومبل نتكلم على انا جو برون دو بليزير كون جو جو، ما نبغيش نهضر بزاف. جو برون دو بليزير كون جو